مشاريع كثيرة عم تنطلق فيها الشباب والصبايا بالبلد، عم تختلف توجهاتها وتنوع المضمون يلي عم يقدم بهذا المجال. بعض هاي المشاريع عم يتعلق بأعمال الهاند ميد يلي بتعتمد على الخشب، بعضها على الخيوط، والبعض عم يقدر يدمج بشكل عام بهي المشاريع. ولكن المشروع يلي موجود معنا اليوم ضمن الاستديو مميز شوي لأنه له علاقة بالخيطان، وأيضا التفاصيل يلي ممكن فينا نقول إنه تشبه إعادة التدوير نوعا ما، لأنه في الإنسان يستخدم الخيوط ويستخدم مجموعة مثلا من القصص لحتى يحل القطع. بالإضافة لضيفتنا لليوم قدرت أنه هي تقدم مجموعة من النصائح المتعلقة أكيد بالتطريز والحياكة. بيسعدنا أن نرحب بصاحبة مشروع سارة هدمد، سارة العبيد، اللي نورتنا اليوم ضمن الاستديو. تحية لك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على هالاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك، نورتينا لليوم. نور بوجودك. دائما يعني البدايات أغلاها على الشخص بكل مجال بيكون أكيد موجود أكيد فيه. طبعاً. خبرينا شوي عن المشروع، عرفينا عن مشروعك وشو بيتضمن. أنا مشروعي تطريز يدوي بلشنا تقريبا بآخر 2019 بفترة كورونا. هي الفكرة كلها إجت من وقت كورونا، نحن قاعدين بالبيت وما في شيء عم نعمله، ونحن أساسا بالبيت يعني ماما من نحن صغار كل أنواع الفنون، خياطة، تطريز، فعائلة فنية يعني، فما كان هذا الشيء جديد كتير علينا. فبوقت الكورونا بلشت وتعلمت أنه أعمل إلي بالبيت، وأنا من أنا صغيرة حابة أني أعمل شيء بس ما بعرف شو هو هذا الشيء. فبلش الموضوع من صفحتي الشخصية اللي هي فيها 500 شخص اللي هن الأصدقاء والعائلة المقربين يعني، وشوي شوي كبر الموضوع. قررت خلال أسبوع يعني، فينا ما بعرف إذا نقول بالصدفة، أنه أنا بدي أعمل صفحة. وخلال أسبوع فعلا شفت صبية ونزلنا عملنا لوجو وبلشنا. وبدي مشروع سارة، بدي مشروع يعني. كان موضوع اللوجو عندي والتفاصيل هاي كتير مهم حتى يبدا هذا المشروع. هلا بشار قال انه التفاصيل الاولى باي مشروع هي الاغلى على قلب الشخص. خبرينا عن اول قطعه، والامانه انا سرقتها وقت كنا عم نجهز القطعه، انا حاببتها الامانه. عم تقولي لي انه هي كانت شوي نوعا ما فينا نقول بسيطه، لانه الشخص شوي بيكون هي كانت بسيطه لانه انا في شغلات يعني حتى ما شفت كيف طريقتها، فخلص حسب انا شو شايفه انه صح عملتها. ممكن اي شخص يشوف هاي القطعه ما يعرف شو الاخطاء اللي فيها او شو التخبيص اللي انا عملته فيها. الامانه هي كثير حلوه، بس لما الواحد يرجع يشوف تطور الشغل على الممارسه، على الخبره، على السنين، لا بلاقي انه هي القطعه الاولى فيها كثير اخطاء. هلا عموما اصحاب المشاريع بنلاحظ كمان حتى الديتيلز موجودين اذا بنشوف على القطعه البروفيشنال اكثر، اذا بدنا نقول او المراحل اللي قطع فيها المشروع. أكيد. في فرق حتى بموضوع القطب الموجود. طبعا اكيد كل المشاريع اليدويه كل قطعه انت بتعملها صحيح بتطلع احلى من اللي قبل، او بتطلع متقنه، او بتتعلم فيها شيء جديد يعني. صح. هلا كنت عم اقول فكره انه عموما اصحاب المشاريع اليدويه بتبقى هدول القطع غاليه على قلبهم. بتوصلي احيانا لدرجه انه صح الزبونه طالبه مني اني اعمل لها مثلا زخرفه مثلا حفله الخطبه، انه اسم حدا مع اسم حدا. على قد ما انت بتكوني مبهوره فيها، قد ما هي حلوه بتوصلي ما بدي اعطيها. انه انت بتشوفيها خلصتي، بس انه انا مالي قلب اعطيها للزبون، وخصوصي في يعني قطع عن جد بتطلع كثير حلوه. ولما يكون الزبون تارك لك مساحه حريتك بالتصميم، طبعا بالاخير بدك تاخذي موافقته، بس لما يكون عاطيكي هيك الحريه باختيار الالوان والتصميم كثير بتطلع القطعه حلوه، وبصير غالي عليكي، بتعز عليكي انه ما بدي اعطيك اياها. صحيح. صار اليوم موضوع التطريز وموضوع العمل بالابره والخيطان والى ما هنالك بيحتاج خبره، قد يمكن ما كنا عم نجرب ناخذ من والدتنا، من الاشخاص الموجودين حوالينا، ولكن الحركه التكنيك بده خبره. كيف تعلمتي هذا التكنيك؟ رحتي ل شيء اونلاين مثلا اذا بدنا نقول، حدا علمك بالابره والخيط مثل ما بيقولوا؟ هلا الموضوع يعني الاشغال اليدويه هو اوكي تدريب، بس يعني بده يكون الواحد هيك عنده اياها موهبه، او يعني بحاجه موهبه اكيد، وهذا الشيء شفناه بدورات التدريب يعني. بالبدايه انا تدربت صراحه من اليوتيوب، اليوم اليوتيوب بحر قدامنا، والانترنت يعني واسع، بحر واسع، فيك تتعلم اي شيء بدك اياه باكثر من لغه، باكثر من طريقه. فبدايتي باليوتيوب، اكتب اسم الغرزه اللي بدي اتعلمها وشوفها، واذا في شيء مثلا ما عرفت اروح انا ورجيها لماما الفيديو مشان هي ترجع تشرح لي اياه بطريقتها. ف
فالبدايه لا كانت, كانت من البدايه من النت. هلا احنا عم نشوف انه بالبدايه يمكن كانت طاريه كنتي عم تشتغلي عليها وبعدين توسع شوي شوي لحتى شفنا قطع مختلفه عم نشوف ثياب البيبي ممكن تحطي اسمه ترزيله يعني. خبرينا كيف وسعتي المشروع وكيف على اي اساس مثلا عم اختار انه بدي اتوسع انه لا خليني شنطايه خليني هالمره مثلا شيء بينحط على الطاوله وهالقصص. هلا موضوع القطعه اللي هي طاره حلو ولكن صار شوي قديم يعني بحاجه تنوع بحاجه نشوف شغل جديد. فاليوم الافكار هي اللي مثل الشنطه او غلاف المصحف او القطع اللي نحن عم نعملها او طقم البيبي هن كلهم هلا وقتهم يعني. هلا الامانه انا بحبهم حسري لي لانه بتعطي نوعا ما شخصيه يعني انه هذا القطعه لإلي يعني أكيد. وقت بشوف شيء مزخرف بس انه مثلا شخصيه مثلا من شخصيه الارنب اللي هون معنا بالاستوديو بتبقى مختلفه وقت تكوني اسم سارة انه يعني هاي القطعه مخصصه لهذا الزبون فبتطلع كثير حلوه. هلا انا يعني على شخصيا انا ما كثير بفضل انه يكون اسم الزبون يعني او ما كثير بفضل انه تكون الهديه باسم الشخص. تمام. بفضل تكون واسعه او مختلفه انه بحيث هذا الشخص يقدر يستخدمها باستخدامات مختلفه. اليوم يعني حتى هلا موضه الشناتي رجعت الميني هاند باج او اللي هن ما بعرف يسموها سك صغير سواء كان كريستال او تطريز هلا لا نحن عم نتجه لهذا الشيء. توتيا كمان التوت باج شغله منهم بس ما نزلت قطع منه هلا عم تنعرض كمان على الشاشه مجموعه من القصص فهي بس. تمام ساره اليوم لشو بنحتاج؟ شايفين هون نوعيه قماش يمكن غير المستخدمه هون او غير أكيد. لون ما بعرف او درجه اللون تختلف حتى نوعية. موضوع الشنط او الساك اليوم شو بتستخدموا بهي المواد حتى نوعيه الخيطان خلينا نفصل فيهم اكثر. لا هو مو نوع واحد من القماش بنستخدم كذا نوع اي قماش ممكن بنقول مثلا ما بيمط او بيشف ممكن نحن نستخدمه ويعني هو بالنهايه على اللمس على التجربه ببين معك في كثير احيانا نحن بنجيب قماش وبيطلع ما حلو الشغل عليه بنستخدم قماش خلينا نقول كتان مثلا الخيوط هن خيوط تطريز في منهم بيكونوا بشكل كبكيب وفي منهم بيكونوا بشكل شلل طبعا كل شيء له استخدام هذا على الخبره في قياس محدد مثلا ثابت للكل او لا لا هلا هن الخيوط بيجوا ستاندر يعني ستاندر واحد ستاندر بيجوا بس نحن بنلعب بقياسات الابره حسب يعني سماكة الخيط اللي نحن حاطينها حسب الغرزة اللي نحن شاغلينها بنلعب بسماكة الخيط. تمام، قد ايه بتاخذ القطعة وقت وشغل؟ ولا موضوع بيختلف على اختلاف مثلا حجم الرسمة أو نوعية القماشة أحيانا أو الخيط اللي هو مثلا طالبته الزبونة أو طالبه الزبون؟ الموضوع بيختلف حسب اللي قلتيه هون إنه الرسمة التصميم حجم القطعة وحسب كمان ظروفك يعني بالشغل اليدوي اليوم ما فيك تحطي قطعة تضلي عم تشتغلي عليها 4 ساعات او 5 ساعات بالنهايه هذا الموضوع متعب جسديا فممكن احيانا مثلا نحن نقسم القطعه على 2 3 حسب ممكن في قطع من حماسك لها وخصوصي هدول التجارب الاولى فانا بقعد عليها يعني بيوم كامل ممكن تخلص احيانا بس طبعا هذا الشيء ما بنصح فيه وكثير متعب مؤذي للعين يمكن او للظهر الكتاف الايدين لانه هي كلها يعني حركه متكرره عم تكون صحيح. اليوم بما يتعلق بموضوع اعاده تدوير كنا كثير نسمع انه في مشروع يتعلق باعاده تدوير هي القطع او هي المواد ضمن مشروعك في جانب من اعاده تدوير قطع قديمه نقدر نرجع ندخل عليها موضوع التطريز موضوع الخياطة وإلى ما هنالك من أيضا اللوحات اللي عم نشوفها ممكن نستفاد بهذا الجانب أو لا؟ لا بالبدايات كتير ممكن أنه أنت تستفاد من قطع قماش موجودة بالبيت قطع خيطان وكتير صبايا من اللي تدربوا هن ما نزلوا اشتروا أول شيء قطع جديدة أنا على الصعيد الشخصي فأنا أخذ كتير قماش من عند ماما بوجه لها تحية وبيعطيك العافية شكرا أنك استوعبتي الفترة الأولى لحد هلا هي مسؤولة عن تخيط القطع أو المنقذ خلينا نقول الفني حلو. ايه بتساعدني بهذا الموضوع كثير. هلا التشجيع داخل البيت كثير حلو للامانه انه تشوفي حدا دائما بيدعمك وبيشجعك ولكن بشوفه انه كمان احلى وقت يكون في اشخاص ما بيعرفوكي فقط شايفين صفحه عبر الانترنت وعلى الانستغرام مثلا وعم يدعموكي، شو اراء وانطباعات الاشخاص؟ خصوصي وانه عم تنزلي كثير ريلز انه شوفوا قطعي شوفوا مثلا اليوم مصحف كيف مزخرف اليوم السجادة خبرينا عن هدول الآراء. هلا هو الدعم بالبيت أكيد شيء أساسي والواحد الإنسان طبعا كل التحية دعم أكيد بيعطي أكثر بيقدم أكثر ونفسيته بتكون أحسن. على صعيد المتابعين ففي كثير اليوم من المتابعين هن صاروا أصدقاء
وبنتواصل بشكل دائم، بيحبوا القطع، ممكن احيانا حتى يعطوني راي انه ضيفي هذا اللون، باخذ ارائهم بالستوريز فممكن انه لا ضيفي هذا اللون هيك احلى، يعني بيعطوا اراء حلوه ايجابيه. هلا حتى عم نشوف بانه عم تنزلي لهم ريلز متعلقه بانه كيف نصيحه معينه انه بدي ادمي لكم اياها اذا بدكم تبدوا بمشروع متعلق. أكيد. خبريني عن هدول الفيديوهات التعليميه، كيف عم يكون انطباع الاشخاص، كيف بتشوفيهم انه فعلا مفيدين انك تدمي لحدا، فينا نقول ترك لحتى يبدا، ولو انه حيكون منافس تقريبا فينا نقول، بس انه حلو انه يبدا مشروعه كمان. هلا انا ما عندي مشكله بموضوع المنافسه هي مبدئيا، ممكن احيانا في اشخاص بيكون في شغله صغيره فايتها، موضوع بسيط فبلاقيها بريل او بفيديو، وبالنهايه المحتوى تبعك يعني بده يكون عم يقدم فائده للناس، مو بس عرض منتجات، بدهم كمان يستفادوا بفكره. ومثل ما قلت لك، اذا شخص هو عنده قاعده مثلا بالموضوع، فممكن ملاحظه صغيره، نصيحه صغيره هي تساعده انه يقدم شيء افضل. بنرجع بنقول انا ما عندي مشكله بموضوع المنافسه. بالعكس، نحن كثير عندنا دورات تدريبيه، وعندي اكثر من 15 مشروع اليوم طلع من هي الدورات التدريبيه. فموضوع المنافسه لا، شيء ايجابي. ودائما يعني هذا الموضوع البعض بيتحفظ عليه، بيقول لك انه انا تعبت ما بدي شارك سر عملي سر المهنه او سر المهنه مع حدا ثاني. اليوم هي العفويه بالتعامل او هذا الوضوح بالتعامل قديش ممكن ايضا يساهم بانه هي الاعمال تنتشر اكثر. اليوم احد الاشخاص ممكن ينبسط انه انا علمت هذا الشخص وعم يطلع قطع احلى من اللي انا اشتغلتها، البعض بشوفها لا. كيف تشوفيها هي الحاله؟ هلا موضوع سر المهنه شوي مختلف عن موضوع النصائح. سر المهنه ما فيك تعطيه لاي شخص. هلا نحن ممكن مثلا اشخاص اللي بلاقيهم انه هن بالدورات التدريبيه، هذا شخص مبدع عنده ممكن انه يطلع معه قطع حلوه، فما عندي مشكله ابدا، انا حابب او يعني في امل منه خلينا نقول بالعامي، ممكن تعطي سر المهنه. وهي سر المهنه بالنهايه ما انه شيء جديد، هو تكنيك بيعطي الشكل اجمل او بشكل اسرع، فهو ما في شيء جديد، هو تكنيك بسيط بس بيعطيك بيفرق معك تمام. بالنتيجه تمام. وهي القصه قديش اليوم الموضوع اذا بدنا نقول سر النجاح بالنسبه للشخص، بدايه حكينا انه نحن بنقول سر المهنه، ولكن سر النجاح على صعيد الشخص اليوم قديش ممكن يكون مرتبط بتفصيل معين بالقطعه، بطريقه التعامل حتى مع زبون بدايه، يمكن هي الاهم بالنسبه لك اليوم. وين سر النجاح؟ متعلق بالقطع نفسها، بالعمل، بطبيعه المشروع، او لا حتى موضوع التواصل مع الزبائن مع الاشخاص ممكن يلعب دور؟ سر المهنه اليوم متعلق خصوصي بالشغل اليدوي، انك عم تقدم منتج بدرجه اتقان عاليه، هي كثير مهمه. كثير اليوم في صبايا بيشتغلوا هاند ميد، ولكن للاسف الفينيشينج او الانهاء تبعه ما عم يكون بالجوده المطلوبه. هذا الشيء اللي بيميزك كساره او بيميز كحدا ثاني يعني عم يشتغل. موضوع ثاني انا كثير بيلفتني طريقه التقديم المنتج، كثير احيانا الصور بتكون ظالمه للمنتج، او في كثير ممكن احيانا بالاضاءه ما يكون صح. اوكي يعني بس بنصحهم دائما يستخدموا اضاءه الشمس، بتعطي المنتج حقه والالوان حقها. طريقه تقديم المنتج، الباكجينج والهي التفاصيل هي يعني عامل ابهار كثير فظيع يعني بهذا الموضوع، وبتجذب الزبون لعندك. صحيح. هلا خلينا نحكي عن الجوانب السلبيه يمكن اللي قطعتي فيها، خلينا نقول تحديات. يمكن ما في اي مشروع بالحياه الا ما بيمرق بمطبات، بس غالبا الاشخاص بيتجاوزوها وبيلاقوا انه لا، انا اكتشفت السر انه كيف بدي ارتاح من هي المشكله وبعوضها بمشكله ثانيه. خبرينا عن هدول المشاكل وكيف عوضتيها. لا يعني اصعب التحديات اللي عم نواجهها مو انا لحالي بس اغلب اصحاب المشاريع اليدويه، هي تامين المواد. يعني اليوم نحن بننزل على السوق بتجيبي مثلا قماش، استحاله ترجعي تلاقي نفس نوع القماش، او القطع الفريمات مثلا المعدن، كثير مواضيع بتتعلق بالاغراض، وممكن احيانا مواضيع شوي انه هي تكون انت مسؤوله من زبون مثلا ما قدرتي تامني له عدد معين او حجم معين من القطع يعني. تمام. هلا حكينا عن التسويق من شوي بانه له دور كثير كبير بانه حدا يهتم بطريقه التصوير. طيب هلا غالبا اصحاب المشاريع كمان عم يتجهوا للبازارات، خطتي بهيك تجربه وكيف كان يعني تجربتك؟ حبيتي بانه خلص انا بدي اشوف الاشخاص واقع اكثر ما اني اشوفهم اونلاين اقنعهم بقطعي؟ لا صراحه ما نزلت ولا مره بازار، يعني بعتمد السوشيال ميديا اليوم منصه مفتوحه ومجانيه للكل، فما نزلت بازارات ابدا. هو فكره البازار حلوه انه الناس تتعرف عليكي بشكل شخصي، بس
بوقت دراستي ما عندي هالوقت اني اعمل كم كبير يكون معي بالبازار، ونحن اغلب القطع اللي عندنا هي كاستم، يعني الشخص حسب شو حابب باللون الاشكال الاسم ممكن احيانا، فصعب شوي انه صعب يكون عندك قطع كثيره. صعب يكون عندي قطع كثيره ممكن هي ما تكون على ذوق الزبون، وببدايه دراسه يعني بفتره دراستي فكان صعب شوي اني امن عدد كبير. حلو حلو. اليوم بما يتعلق بالمنتجات، شايفين منتجات تتوجه للصبايا، شايفين منتجات تتوجه ايضا للبيت اذا بدنا نقول، خبرينا عن طبيعه المنتجات اللي عم تعمليها، وممكن نطور بالفتره القادمه، ممكن نضيف جانب جديد بهذا المجال او بهذا المشروع. هلا اكيد الجانب الفني ما بيخلص، يعني طالما مثل ما قلت لك قبل كان عندي دراستي فشوي الموضوع كان صعب مع دراستي، تنسيق بين دراستي والشغل. هلا لا الحمد لله تخرجت فصار في مجالات، قلت لكم بدي اعمل لكم سطر رهيبه صار في عندنا مجالات اوسع يعني ممكن نشتغلها، عم نشتغل ممكن طلبات توزيعات لحفلات، ممكن حتى الشباب ذكرت انت انه هو جانب انثوي، انا جاي شوي الشباب لهم حصه من هذا الشغل. كثير اكثر شيء بيروح للشباب هو تعليقات السيارة أو حتى تعليقات المفتاح ممكن، بس أكثر كتير. تعليقات السيارة. حلو حلو. طلعنا مو مظلومين، تحتهم لا مو مظلومين، لا تخافوا حقكم محفوظ. هلا بنشوف دائما الفئة العمرية الصغيرة دائما بتتجه للقصص يلي بيكون فيها شخصيات المحبوبة. هلا من ضمن القطع الموجودة كمان بالاستوديو عم نشوف الأرنب، كيف عم تحاولي مثلا كمان تصنعي منتجات ممكن تناسب الفئة العمرية الصغيرة، تحببهم نوعا ما بالتطريز اللي هو فينا نقول انه هلا غالبا يمكن ما حيكون ضمن اهتمامات هي الفئة الصغيرة، خبرينا عن هدول التجربة خصوصا موضوع الشخصيات. على العكس تماما، انا لقيت في الفئة العمرية الصغيرة كثير عندهم حب انه يتعلموا، سبق نحن عطينا دورات ل يعني بذكر اعمارهم تقريبا صف ثاني ثالث. ده حلو، فهن كثير حبوا هذا الموضوع، وحتى انه بنهايه الكورس كنا نحن عم نشتغل على باترون واحد كونه الوقت ضيق وهن صغار، فانه لاقيها انه هي جابت لي باترون انه هي بدها تعمله لاختها، فكثير الفئه العمريه الصغيره عم يحبوا، حتى اخواتي مثلا بالبيت بيتحمسوا بس طبعا ما بيكملوا هي لينا تحديدا يعني ما بيكملوا، بس الفئه العمريه الصغيره بتحب هدول القطع، ونحن ممكن يعني بحس الشخصيات تعطي هيك جمال يعني تماما، حلو مو بس انه ورد او اسم او عبارات، يعني مع انه هن حلوين بس بحاجه تنويع وتجديد. اليوم الكورس قديش بيحتاج وقت ليتم ليخلص؟ بعض الكورسات ممكن تكون مثلا انا محدد 3 شهور لخلص هذا الكورس، او لا هي تبعا لتجاوب الاشخاص الموجودين فيه. هلا عادة أنا الكورس عندي ما له كثير وقت، لانه التطريز معتمد على مجهودك الشخصي اكثر من الشيء اللي بدك تتعلمه، يعني ممكن الكورس نحن عندنا 12 ل 20 ساعة تدريبية يكون، ولكن هو معتمد بالنهاية على مجهودك، نحن عندنا وظائف تطبيق، لأنه بالنهاية يعني الشخص أنا بقول لهم دائما لطالباتي يعني قد ما أنا علمتكم إذا ما اشتغلتوا ما بيمشي الحال، ومثل ما شفنا هون يعني الفرق بين أول قطعة وآخر قطعة هو الشغل، هو الشغل هو الأداء. صحيح. لا شوف تقريبا فينا نقول التطريز والحياكه هي مرتبطه نوعا ما بالقصص اللي احنا كنا متعودين عليها نحن وصغار، او بثقافتنا العربيه خلينا نقول، يعني بنشوف انه الغرز مرتبطه تقريبا فينا نقول بارثنا بتراثنا بغرزنا نحن كمنطقه شرقيه خلينا نقول. قد ايه في لكم دور نحن بمشاريع اليدويه بانه نحن نحافظ على خصوصي موضوع الطاره؟ هلا يمكن ما انا موجوده ولكن كانت موجوده بايام زمان، قد ايه حلو انه اليوم كمان مشاريع عم بيحاولوا انه يحافظوا فعليا اليوم على جزء خلينا نقول من التراث. هلا هو الموضوع هيك فني وحلو وتراثي مو بس ببلدنا بسوريا، هلا كثير من الدول روسيا ايران التطريز هو هذا النوع من التطريز اسمه تطريز برازيلي، فكثير دارج بهي المناطق، وكثير حلو انه نحن لا عم نرجع شيء قديم بس بطابع جديد يتناسب مع وقتنا اليوم. تمام. حلو، يعني كل التوفيق لك، نورتينا لليوم. شكرا كثير. وان شاء الله دائما يعني هي المشاريع تقدر تحقق امال اصحابها ونشوفها ب اذا بدنا نقول منتجات وتوسع اكثر للمنتجات اللي عم تقدموها. كل الشكر لك ساره العبيد، كنتي معنا لليوم ضمن هذا المشروع الجميل، نورتينا. انا بدي اشكركم على هي الاستضافه الجميله، شكرا كثير لكم. نورتينا ساره وكل التوفيق لك. شكرا كثير.